أي أمة لا تحترم قوانينها هذه أمة مشرفة على السقوط، وأي أمة تحترم قوانينها هذه أمة جديرة بالبقاء والتقدم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، الإيمان الاعتقاد بالتوحيد بالعادل بالنبوة بالإمامة بالمعاد، هذه الأمور العقائدية. واتقوا يعني اتقوا المعاصي، فعل المعصية أو ترك الواجب، يعني أن الإنسان اتقى وآمن، آمن عقيدة واتقى عملا. شرب الخمر معصية يجب أن يتقى منه، القمار معصية يجب أن يتقى منه، الكذب، الغيبة، النميمة، هذني معاصي. وكذلك ترك الصلاة معصية، ترك الصوم معصية، ترك الحج معصية، ترك الخمس معصية. لو أن أهل القرى آمنوا إيمانا عقيديا واتقوا تقوى عمليا، إذا كانوا يؤمنون ويتقون شنو يصير؟ لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذه الأمة كانت جديرة لأن الله سبحانه وتعالى يتفضل عليها ببركات من السماء، بالأمطار، بالهواء المعتدل في مقابل الحر الشديد والبرد الشديد وما أشبه من الأمور المرتبطة بالسماء. لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، يعني بركات من الأرض أيضا، النبات، المياه، المعادن، الخيرات الأرضية والتي تسمى بركات. لو أنهم راعوا قوانينهم ودينهم ومناهجهم ودساتيرهم لازدهروا، ولكن كذبوا. لما كذبوا شنو؟ سقطوا بالفعل. نحن المسلمين سقطنا لأننا كذبنا. مثلا تشوف كم واحد يصلون او يصومون او يحجون او يحضرون مثلا افرض مجالس الوعظ والارشاد والهدايه، انظر الى اغلبيه المسلمين مو مواظبين على دينهم، وحيث لا يواظبون على دينهم فهي امه ساقطه. اذهب الى اي بلد من البلاد الاسلاميه الا النادر تجد فيها حوانيت خمور، يعني شنو؟ يعني تكذيبا باحكام الله. واذهب الى كل البلاد الاسلاميه تجد النساء السافرات متبرجات، يعني تكذيبا باحكام الله. اذهب الى جامعاتنا كلها مختلطه او شبه مختلطه. وعلى هذا المعدل تجد ان الامه المسلمه كذبت باحكام الله فسقطت. وهذا مو خاص المسلمين، أية أمة كذبت بقوانينها تسقط.